السلام عليكم. وعليكم السلام. انت كي داير اخويا؟ والله الا بخير. شريتي ولا باقي؟ باقي اخويا. كاين باقي على الله. باقي الله بكل تواضع. هادشي اللي كاين اخويا الله يوريك. بعدا ملي كتشري كتذبح راسك ولا كتجيب كزاف؟ انا كتذبح راسي وكنسلخ راسي، كنتبع السنة ديال راسي عليه الصلاة والسلام. كتسلخ الحولي ولا كتسلخ الدراري؟ كنسلخ راسي وكنسلخ الحولي. الدراري بكل بكل تواضع. الدراري كنسدي عليهم. ملي كتبغي تذبح الحولي اش كتقول؟ يا تكبر، كتصلي بداك الصلاة العيدية الأولى. الركعه ديالك بداك اللي تابعينك وكتكبر ياك ما من هذوك اللي كيضربوا الحولي بشمال. لا 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 لا، الحولي بشويه بشويه، داك الشيء كنتبعو كنديروا السنه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام. ماشي من هذوك اللي كيخرجوا منه الثمن ديالو. ما كاين لا ثمن لا والو، مقلق كاع عليه. ياك ما عندها ثمن هذوك صحاب الجنويه. حك جر حك جر. لا لا لا، الذبحه قانونيه، داك الشيء السنه صافي. كدير كذبح كتسلخ كتوكل على الله، هذيك هذه ديال الله سبحانه كتكون كامله. تحياتي ليك بكل تواضع. غنسولوا هذا الاخ، شريتي ولا باقي؟ باقي اخويا على الله. باقي على الله بكل تواضع. الصراحه الله يسخر يا ربي. ملي كتشري كتذبح انت ولا كيذبح لك شي واحد؟ انا كنذبح 3 سنين من نهار تزوج وانا كنذبح اخويا. تبارك الله. كي كدير كتقبلوا؟ وضروري تقبلوا. كتوضي الحولي؟ ضروري. لا انت كتوضى ولا ما كتوضاش؟ كنتوضى وكنصلي بكل تواضع. بكل تواضع. اه كتقبلوا وتقول اش كتقول؟ إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. وكتقول بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر الله أكبر. وما كد هذيك العيبة ما لا كدي وتجيبو. آه كيهبط كندي كنجيبو الله يرحمه. كدي كتجيبو الله يرحمه بكل تواضع. كما العادة خرجنا للضواحي ديال دار بوعزة بالضبط رحبة مدينة الرحمة باش نسولوا الناس. غنسولوا الأخ واش شريتي الحولي ولا باقي؟ مازال ما شريناش الحولي أخويا. يا كاينين الريالات خازنهم بكل تواضع. الفلوس موجودة. خازنهم. خازنهم. فين خازنهم؟ وريهم ليا بكل تواضع. طلعها فين يتخزنوا في البنك كتشري... البوسطة. اه ملي كتشري الحولي كتذبح انت ولا كتجيب كزاف؟ كنذبح انايا نسلخ انا كلشي. كتسلخ الدراري؟ كنسلخ كلشي. مولين الدرب. ملي كتبغي تذبح الحولي كي اش كتقول؟ كنقبلوا كنعطيو الحنة نعطيو الماء نشربوا وصل الوقت يذبح الملك سيدنا كنذبحوا حتى حنايا. كتوضي ولا ما كتوضيش؟ ضروري خاصو. انت ملي كتذبحوا كتكون موضي بكل تواضع؟ كتكون على وضو؟ ضروري. اه وهذيك اللعيبة ديال واش كتمشي تبقى غادي جاي ولا دفع جر حيد؟ دفع جر حيد بكل تواضع. السلام عليكم. وعليكم السلام. واكي داير اخويا؟ الله يحفظك. بخير علينا وعليك الله. شريتي الحولي ولا مازال؟ باقي اخويا. باقي على الله الحولي هذا. وملي كتشري واش كتذبح راسك ولا كتجيبو كزار؟ وكنجيبو كزار اخويا. وعلاش ما كنسلخ؟ انت كتسلخ؟ اش كتسلخ الدراري في الدرب؟ كنسلخ الحولي. كتسلخ الحولي؟ الحولي ولا كنسلخو. وما كتذبحش؟ ما كنذبحش. وعلاش ما كتذبحش؟ كنخاف منه. علاش كتخاف من الدم؟ ومن الدم ومن الحولي جاو كنخاف منه. غالي. كتخاف منه لين تضحك؟ وغالي غالي. كيفاش غالي؟ غالي الحولي اصاح. اش جاب الذبيح الغلا؟ والغلا لا كان غالي الحولي بزاف راه ما غاتقدش تذبحو. هاكاك ملي كتشري غالي كيبقى فيك. كيبقى فيك. واش كيبقى فيك الحولي وكيبقى فيك الفلوس ديال الحولي؟ كيبقاو فيا الريالات. الريالات بكل تواضع. تحياتي لك. غنسولو الاخ شريتي الحولي ولا باقي؟ شرينا اخويا الزاد. شحال شريتي اخويا؟ 64. الثمن مناسب. الثمن بينه وبين فهمتي هو كاين الثمن ولكن اليوم ماكسيمو غادي تحبل السوق فهمتي. غيبان واش كاين رخا ولا الغلا؟ غادي يطيح ولا غادي يلغى؟ وانت كتذبح ولا كيذبح لك شي واحد؟ لا باقي باش نذبح. باقي ما كتذبحش كتسلخ. تسلخ كتسلخ الدراري. تسلخ باش تذبح. كتسلخ الدراري في الدرب. ما علينا السوق غادي يزقى اليوم ولكن تيقولوا شي ثمن خيالي الله يحسن لهم بزاف بزاف. الحولي ما واكلش 14000 وباغي يحط عليه 30000 فهمتي ولا لا؟ هادو ما باغينش 4000 6000 باش تقدمش. ما تقدمش 8000 10000 12000 والفوق. 12000 والفوق تيشوف معاك. من 100 درهم و 4000 وداك الشيء ما يشوفش فيك. تحياتي ليك وكنتمنى تعلم الذبيح العام الجاي تولي الذبح بكل تواضع.